اشتغلت في المهنة دي وانا عمري 7 سنين. ابويا علمها لي الله يرحمه. طبعا كنتش غاوية تعليم، فطبعا قال لي لازم تتعلمي حاجة تنفعك، فنزلني الورشة معاه. بقيت اشتغل مع اخواتي في المطبخ، في شغلتي هي دي السنانة، لحد ما فتحت المحل ده واشتغلت فيه. هي صعبة ومهنة رجالة، أنا عارفة كويس، إنما هي دي اللي أنا اتعلمتها. تعورت كتير طبعا وانصبت كتير قوي عشان أتعلم. في ناس مبسوطين بيا، واكيد زي ما يكون في ناس مبسوطه، في ناس بتبقى مثلا بتقول لك دي ست ودي مهنه صعبه وشغاله فيها، وفي ناس بيقول لك الله يعينها ويقويها. فمش كل الناس هتبص لي نظره واحده. فانا بدايم انا اشتغلت وجبت النهارده اكل ولادي، حمدت الله وشكرت. من ملك اوتى يوما ملك الدنيا وما عليه، بكره ده بتاع ربنا، أنا بكرة ماليش في حاجة. عشان ده موسم، أنا بقعد من 8 الصبح للساعة 9، الساعة بكتير 10. أكبر درس أنا اتعلمته في الحياة إن أنا أحب ربنا وأحب الناس. أنا اشتغلت من عمري 7 سنين لحد دلوقتي، أنا عمري 56 سنة. المهنة دي أنا اتعلمت منها الصبر، الصبر على كل حاجة في الدنيا. أنا لآخر يوم في عمري هي دي مهنتي وهي دي اللي أنا اتعلمتها.